بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 35 من دروس أسماء الله الحسنى. واسم اليوم، الاسم اليوم اسم الحفيظ. قبل أن نمضي في الحديث عن معناه اللغوي ومعناه وعن آثاره في الآفاق وعن علاقته بالمؤمن، لا بد من مقدمة. الإنسان كما تعلمون مفطور على حب وجوده وعلى سلامة وجوده، فكم من التدابير التي يتخذها للحفاظ على ماله، أو للحفاظ على صحته، أو للحفاظ على أولاده. يعني جزء كبير جدا من نشاط الإنسان في الدنيا في سبيل الحفاظ على وجوده، أو على سلامة وجوده، أو على دخله، أو على صحته، أو على مكتسباته، أو على ما بيده. فالحفاظ على الشيء لا يقل عن تحصيله. أنت في الأصل تحصل شيئا وتحافظ عليه، تحصل شيئا وتحافظ عليه. فنشاط الحفاظ على ما أنت فيه لا يقل عن نشاط تحصيل هذا الشيء. فالإنسان حينما يحاول أن يحافظ على حياته، أو على سلامته، أو على صحته، أو على أولاده في حياته أو من بعده مثلا، حينما يحاول الحفاظ على دخله، على إنتاجه، على بيعه، على مكانته، على سمعته، أقول لكم لا يقل نشاط الحفاظ على الشيء عن النشاط الذي يحصل به الشيء. تحصل هذا الدخل وتحافظ عليه، تحصل هذا المنصب وتحافظ عليه، تحصل هذه اللياقة البدنية وتحافظ عليها، تحصل هذه السمعة وتحافظ عليها. بل إن نشاط المحافظة على الشيء ربما كان أكثر من نشاط تحصيله. فالإنسان أحيانا يصل لمرتبة أو لمنصب أربعة أخماس وقته في الحفاظ على هذا المنصب، وكأن هذا الحفاظ شغله الشاغل. فلذلك الإنسان حينما ينسى دور الله عز وجل، أو حينما ينسى اسم الله الحفيظ، حينما ينسى اسم الله الحافظ، حينما يتجاهل أن الحفظ وحده بيد الله، وأنه مهما كنت ذكيا، مهما كنت أريبا، مهما كنت ذا خبرة عريقة، مهما أخذت من الاحتياطات، مهما اتخذت من الأسباب، مهما أقمت من السدود، مهما حصنت نفسك، إذا أراد الله بك شيئا لا بد من أن يصل إليك. فالحفاظ الحقيقي لا يكون بأخذ الأسباب وحدها، بل بأخذ الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. فكم من إنسان دمرت حياته لخطأ بسيط في صحته. يعني اليوم سمعت قصة إنسان مرض، والمرض مرض معقول، ليس مرضا خطيرا، ليس مرضا عضالا، مرض يشفى، وهناك أدوية فعالة في شفائه. ذهب إلى صيدلي، الصيدلي غائب في مكان موظف، أعطاه دواء بدل من دواء. أما الدواء الثاني دواء لأشد حالات هياج الأمعاء، مغلف في أغلفة كثيفة جدا لئلا
يؤدي إلى تخريش الجهاز الهضمي. أعطي دواء مكان دواء وقيل له يعني كل الحبة تحت أسنانك. الأمر تفاقم تفاقم إلى درجة كاد هذا الدواء يودي بحياته. فأنت مهما كنت ذكيا ذهبت إلى صيدلي أعطاك الدواء استعملته. الدواء عكس المرض، يعني يسبب مضاعفات للمرض. فالإنسان لما طبعا في عنده حاجة فطرية للحفاظ، بدأت الدرس أنت مفطور على حب وجودك، هذا كلام واقعي. في كلام يقال للاستهلاك، كلام يقال يعني لغير ما أراد الله عز وجل، أما في الحقيقة أي إنسان على وجه الأرض مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. جزء كبير 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 من نشاطه يبذله في الحفاظ على هذا المستوى، إما على دخله أو على لياقته أو على صحته أو على مكانته أو على منصبه أو على سمعته أو على ما بيده. وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده، وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده، حينما يتجاهل اسم الله الحفيظ، حينما يتجاهل اسم الله الحافظ، فالله خير حافظا، حينما يأخذ بأسباب الحفظ المادية وينسى أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل، حينما يأخذ الأسباب المادية للحفظ يأتيه الله من حيث لا يحتسب، يجعل حياته كلها جحيما لعلة تصيب جسده. حصل دكتورة وتزوج امرأة غربية تروق له وعاد بها إلى بلده ووصل إلى أرفع المناصب، ثم فقد بصره، فزاره صديق له قال له: والله يا فلان أتمنى ألا أحمل هذه الشهادة وألا أكون في هذا المنصب وألا أكون متزوجا وأن أقبع على قارعة الطريق أتكفف الناس وأن يرد الله إلي بصري. فالله خير حافظا. الإنسان عرضة لأخطار لا تنتهي في الدنيا، والقصص بين أيديكم، تلاقي بأعلى درجات الذكاء غلطة بسيطة، سائق نايم أنت ماشي على اليمين أصيب بانقطاع بالعمود الفقري شلل كامل طول حياته. الحق معك، ما هو الحق عليه فعلا، شو استفدت يعني؟ ماذا استفدت؟ فأنا أردت أن يكون اسم اليوم اسم الحفيظ لأبين لكم أنه مهما أخذت بأسباب الحفظ، مثلا المال كيف يحصن؟ يجب أن تحصن المال لا بوضع الأقفال والأقفال ذات الأرقام، لا، حصنوا أموالكم بالزكاة. يجب أن تحفظ المال كما رسم الله لك طريقا لحفظه، لا كما يصل إلى علمك من أساليب، يعني أساليب معقدة جدا مبنية على التكنولوجيا وكذا. يعني أنا سمعت عن رجل يعمل في الصياغة استورد صندوق حديد من قارات بعيدة، وله مواصفات يحتاج كتيب إلى ذكرها، مواصفاته ألكترون على تصفيح على. واستطاع أناس أن ينزلوا إلى دكانه في الليل وأن يسقبوا الصندوق من سقفه وأن يأخذوا كل ما فيه، هو اعتمد على هذا الصندوق في حفظ ماله. فطبعا نحن حفظ المال بند من بنود الدرس. في الحفاظ على الصحة، حينما ينسى الله عز وجل ويأخذ بكل أسباب حفظ الصحة ويعتمد عليها، يأتي عطب غير متوقع، عطب غير متوقع. أساسا في عشرات الأمراض بل مئات الأمراض حتى الآن لا تعرف أسبابها. يقول لك فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم التي في نقل العظام توقفت فجأة بلا سبب
عن صنع كريات الدم. الإنسان يحتاج كل يوم أو كل أسبوع إلى 600 سنتي دم أو بيموت إلى أن يموت. طيب كل الذكاء وكل الاحتياطات لا تجدي مع هذا المرض، وهذا المرض ليس له أسباب. يعني الإنسان لو أخذ بكل أسباب الصحة، هناك أمراض ليس لها أسباب مادية. أحياناً يعني أنا رأيت شخص دنياه في درجة خيالية ومع ذلك نمو بالخلايا عشوائي في دماغه، انتهى كل شيء بالنسبة له، انتهى كل شيء. فأنا أتمنى عليكم أن نستوعب جميعا معنى اسم الحفيظ، ما لم يتولى الله جل في علاه حفظ صحتك وحفظ سمعتك وحفظ أهلك وحفظ مالك. يعني أحيانا إبريق شاي يعني طفل يحركه فيسكب على وجهه، فيصبح هذا الطفل مصدر شقاء لأمه وأبيه لخمسين سنة قبل، أليس كذلك؟ إبريق شاي غلطة بسيطة جدا تدمر أسرة. فمهما أردت أن تحافظ على ما تملك الأشياء المادية والمعنوية وتجاهلت اسم الله الحفيظ، اعتمدت على أسباب مادية. أنا أتي لكم مرة قصة رويتها مرات عديدة، شخص في أعلى درجات نجاحه الدنيوي في أعلى، عدة مشاريع منوعة جدا في البلدة كلها رابحة في أعلى مستوى وصحة من أعلى درجات الصحة ومكانة وعلاقات باللغة الدارجة إيد طايلة وأعوان وأتباع وجيش من المنتفعين حوله ومكانة وتعظيم وجاه وأرباح، وكل سنة أشهر بأوروبا في أجمل فنادقها. يعني شيء قد لا يخطر على البال أنه أراد أن يصلح في بيته قطعة كهربائية، فالكهربجي قال له ارفع لك إياها لفوق سيدي أحسن أحلى واطي تحت مو حلوة، قال له ارفعها. في اليوم الثاني اضطر يتعامل معها، طلع عالية صارت، طلب كرسي وقف عليه فأس الكرسي فات بمقعده، أخذوه على المستشفى 18 يوم 20 طبيب طلع ميت، ترك 20 مليون بالعملات الصعبة خارج، دمرت حياته لأتفه الأسباب لأتفهها، أنه رفع رجنطور من مكان لمكان. حصنوا أموالكم بالزكاة، حصن نفسك من المصائب بالاستقامة. يعني في نقطة دقيقة جدا، يؤتى الحذر من مأمنه، من آيات الله العظيمة. مثلا طبيب أعلى طبيب في الهضمية، إنه الأمور دارسها متعمق فيها، فليكون آية للناس هذا الطبيب ربما أصيب بقرحة. هذا في طبيب بأمريكا قلت لكم مؤمن بالجري، والجري ممتاز وجيد وأنا معه في هذا، ويجري كل يوم ساعتين وكتب مقالات وأجر معه ندوات ويظن أنه آخر إنسان يموت بالقلب، آخر إنسان، إذا ماتوا كل من حوله هو آخر واحد، أنا عم يجري كل يوم كل يوم كل يوم، أصيب بنوبة قاسية جدا وهو يجري. الجري ضروري ومفيد، لكنه اعتمد عليه وجعله بديل حفظ الله عز وجل. هنا دقة العلم، ممكن تجري، تلعب رياضة، تنظم طعامك، تجتنب المواد الكيماوية، ممكن تعتني بصحتك إلى أعلى درجة، كله جيد، لكن لا يعني هذا أن تنسى الله عز وجل، أن تنسى الله أنه هو الحافظ، هو الحافظ الله عز وجل. فلذلك يعني الحديث معروف عندكم،
أن يوم القيامة يقف رجلان أمام رب العزة، يقول لأحدهما: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ جعلت غني أنا. يقول: يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله له: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. والله الذي لا إله إلا هو، حدثني رجل أثق به من إخواننا الكرام، يعني إنسان أنواع أملاكه عديدة، من معامل إلى محلات تجارية إلى مزارع إلى بيوت بالمصايف إلى بيوت على شاطئ البحر، عقد صفقة، عفوا توفي، وكان هدفه الأكبر تأمين أولاده من بعده، ترك لهم أموال لا تأكلها النيران. القصة طويلة كثير، خلال سنتين تكفف الناس، تكفف أولاده من بعده، عقدوا صفقة كبيرة جدا مع شخص خارج القطر، وشحنوا البضاعة واختفى الشخص، واستقرضوا من جهات ثانية، وقصة طويلة. أن الله عز وجل كما أنه قادر أنه إذا أعطى أدهش، قادر إذا سلبك أدهشك. من كل شيء إلى لا شيء، فالحفظ كيف يكون؟ أقول لكم هذه الكلمة: لن تستحق حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. كأنه في مظلة، ما دمت مطبقا لمنهج الله عز وجل فأنت تحت مظلة الله عز وجل. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا أخشى ما أخشاه أن أخرج عن مظلة الله عز وجل. كيف تخرج؟ بالمعاصي. إذا كنت مستقيما أنت في ظل الله، أنت في حفظه، أنت في رعايته. ولا تنسوا قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين. مع هي معية خاصة وليست معية عامة، معك بالحفظ، معك بالتأييد، معك بالتوفيق، معك بالرعاية، معك بالإكرام. تحس بشكل صارخ أن الله يحبك، وأن الله يحفظك، وأنه يلهمك، وأنه يوفقك، وأنه يسدد خطاك، وأنه ينطقك بالحق، وأنه يرفع لك شأنك ويرفع لك ذكرك. هذه تحسها لمس اليد. بل إني أقول إن ارتباط المؤمن بالإيمان، ارتباطه الشديد بالإيمان، ليس لأن الأفكار في الإيمان مقنعة، لا، هي مقنعة، العقيدة صحيحة والأفكار مقنعة والأمور واضحة، لكن الذي يشدك إلى الله عز وجل ليس وضوح الأفكار ولا دقة البراهين، بل هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، اصطلحت معه فأراك من فضله، من لطفه، من عنايته، من حفظه، من توفيقه. نعم. فلذلك شعورك بالحفاظ على ما بيديك شعور طبيعي، هذه فطرتك، لكن السلوك إلى الحفاظ على ما بيديك إما أن ينحو منحى مادي، منحى مادي يعني لا بد من وضع الأقفال، لا بد من تملق فلان مدام بقائي بهالمكان برضائه عني، شيء جميل الذي يحدث. أنت في مكان له قيمته، في مركز حساس، دخلك كبير، شأن، مكانة، سمعة، من بيده أن يزيحني عن هذا المكان؟ فلان. إذن لا بد من إرضائه، لا بد من التملق له. ما الذي يرضيه؟ يرضيه أن أعصي الله، سأعصي الله من أجل أن يرضى حتى أبقى. هذا هو الجهل، هذا الذي يقع فيه معظم الناس، هو يريد أن يحافظ على ما بيده عن طريق إرضاء من بيده أن يزيحه من هذا المكان.
يرضيه ويعصي الله، فتأتي أسباب، تأتي ظروف لم تكن في الحسبان، تقلب الموازين ويغضب عليه بلا سبب ويخسر الدنيا والآخرة. لذلك أقول لكم هاتين الكلمتين، وأنا أعني ما أقول: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، تنتين سوا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. لكن حتى أكون معكم واقعي، ربنا عز وجل يعني هذا يعرف من طريقة تعامل رب العزة مع العباد. أحيانا يغلق أمامك كل الأبواب المشروعة، في طريق غير مشروع مسموح، هو هذا الامتحان. كل الأبواب التي ترضيه مغلقة، وباب واحد لا يرضيه مفتوح على مصراعيه، ماذا تفعل؟ هذا الامتحان. فإذا قلت والله لا أعصي الله ولو قطعت إربا، أنت هكذا يا عبدي، وأنا يا عبدي لن أتخلى عنك، وسأقلب لك كل الموازين، وسيغدو عدوك صديقك، وسأيسر لك أعمالك، وستأتيك الدنيا وهي راغمة، لأنك آثرت طاعتي على الدنيا، عندئذ تأتيك الدنيا وهي راغمة. هي من آثر دنيا آخرته على ربحهما معا. يعني أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة. هلا بالأسواق في قوانين، مثلا في طريقة في البيع شائعة ومتعارف عليها، وبتحفظ فيها مالك وبتربح، لكن ربما هذه الطريقة فيها شبهة في الدين. فأنت إذا أردت تطبيق قواعد الدين في هذه الطريقة في التعامل، أخي بخسر، جمت مالي سنة، معقول؟ مو معقول، الناس كلها هيك. صار في قواعد مستنبطة من تعامل الناس مع بعضهم بعضا، وفي قواعد إيمانية. فإذا اعتقدت أنت بالقواعد الأرضية وضحيت بعلاقتك بالله عز وجل ووقعت في معصية الله من أجل الحفاظ على مالك، الآن يخلق الله ظرفا استثنائيا لم يكن مألوفا يدمر فيه المال. وحينما تقول إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنا أخ من إخواننا الكرام بيحضر معنا، قال لي أنا ما كنت أعرف، فساكن البيت سيء، قال لي في بيت، القصة طبعا قديمة جدا، الأرقام تعرفون أنه قديمة، بيت مستواه 35,000 مثلا، سادس طابق 200 متر مساحته، معروض ب 25,000، وهو في أمس الحاجة إليه، معه 15، معه سندات، فذهب إلى بعض المصارف ليحسم هذه السندات. طبعا حسم السند في حرمة، طبعا ربا معكوس، لأنه قال لي مدير المصرف ليس مسلما نصرانيا. قال له: يا أبا فلان، أنت مسلم وهذا شيء محرم في دينك، الله عز وجل جعل هذا الإنسان ينطق بالحق، ولا أتمنى عليك أن تفعل هذا، ابق نظيفا. أقسم بالله أنه صار يبكي أن هذا ينصحني في ديني. فخرج من المصرف، قال لي: والله أنا على الدرج عاهدت الله عز وجل أن أدع هذه الصفقة مع أنها مغرية جدا، وأن أبقى في بيتي العتيق، لأنه فتحرك من المصرف إلى دكانه. وصل إلى الدكان، رأى صديقا له قديما ينتظره من نصف ساعة. أين أنت يا أبا فلان؟ أنا أنتظرك، أنا والله مسافر إلى البلد الفلاني ومعي 60,000 بدي حطهم عندك أمانة، وبناشدك الله تستعملهم، شوف، وأناشدك الله أن تستعمل هذا المبلغ بسنتين. أنت ضحيت بالبيت من أجلي؟ وقف لك،
أنا سوف يتأمن هذا البيت من طريق مشروع. واحد أعطوه أرض، سأل شيخ قال له يا ابني هي مو لك، هي مأخوذة طريق غير مشروع. كل الناس عم يشتغل، هي هذا الحق يا ابني، اذهب إلى صاحبها واشتريها منه. قال له سيدي أنا أعطوني أرض من أراضيك، وقال لي شيخ سألته قال هي حرام أخذها، لازم أسعى لك حقها، أنا ما معي حقها بس معي أساور زوجتي، حنبيعهم نتدين وشو بدك حقها يا سيدي؟ طلع فيه قال له أنا يا ابني رحلي 400 دنم ما نفد لعندي واحد إلا أنت، هي هدية مني إليك. حلال بلاش، موقف الورع جعلها حلالا له. فأنا حلكم الكلمة، والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا مخافة الله وأن يضيعك الله عز وجل. والله زوال الكون أهون على الله من أن تقف موقفا فيه مرضاة الله عز وجل. يا رب أنا لا أعصيك، وليكن ومهما بلغ الثمن لن أعصيك، تفعل هذا عن طيب خاطر وتضيع؟ لا والله. لذلك في عندنا قوانين مستنبطة من التعامل اليومي، تلاقي هذا الذي توهم أن بقاءه في هذا المكان منوط بإرضاء فلان، وفلان قد يكون إرضاؤه عن طريق معصية الله عز وجل، فعصى الله وأرضاه، هذا الذي أرضيته وأسخطت الله عز وجل لا بد من أن يسخط الله عنك ويسخط عنك هذا الإنسان أبدا. وإذا أغضبت إنسان في طاعة الله لا بد من أن يرضى الله عنك وأن يرضي عنك هذا الإنسان. فهي الكلمة، من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. فموضوع الحفظ، الله عز وجل يقول في محكم كتابه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ليس أيام بسافر، أثناء سفره يضمن أنه ابنه خرج مثلا من البيت سيارة طائشة أصابته بحادث، يضمن حدث في البيت خلل، يضمن ارتعبوا الأهل، يضمن فات شخص للبيت غيابه، يضمن صار في مرض خطير، يضمن. أما المؤمن إذا أزمع السفر يدعو بهذا الدعاء، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. شو الدعاء هذا؟ بتحس أعصابك تخدرت. الله محلك في البيت، يحفظ أهلك وأولادك ومالك وكل شيء، وترى أدلة، ترى كيف أنه الله عز وجل حفظ لك ولدك من حادث خطير، نجا بأعزوبة، هذا حفظ الله عز وجل. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن ما عند الله لن تناله إلا إذا اتبعت منهجه. حفظ المال بتأدية الزكاة، حفظ الجوارح بطاعة الله، عين تغض عن محارم الله، عين تبكي من خشية الله، ترثها؟ لا، ترثك. في فرق بين أن ترثها وأن ترثك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني الإنسان المؤمن ما دام ينطق لسانه ينطق بالحق، وبصره ينظر إلى آيات الله لا إلى عورات المسلمين، وسمعه يستمع به الحق، ما دام المسلم هكذا أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذه الجوارح. يعني في حالة اسمها حالة الأمن، المؤمن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه، هذا معنى قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالله خير حافظا،
من أيام الأب عنده حرص على ابنه لا حدود له أب، لكن لو حصل خلل بالخلايا الداخلية ونمت هذه الخلايا نموا عشوائيا، الأب ما بيده أن يفعل، بيده أن يتألم فقط. أما الإله كل شيء بيده، فالله خير حافظ، يعني الذي يحفظه هو الله عز وجل. أقسم لي بالله رجل يقود سيارته في طريق طويل وسرعته عالية، ونام وهو يقود ورأى مناما واستيقظ في الوقت المناسب قبل أن يقوم بحادث مروع مدمر، وهو أرحم الراحمين. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وبتلاحظ أنه من حكمة ربنا عز وجل أنه أحيانا من اعتمد على ذاته، من اتكل على نفسه، من اعتمد على ذكائه، على ماله، على معارفه، على أصدقائه، على اتصالاته، مثل هذا الإنسان يعني على أتفه الأسباب يدمر، على أتفه الأسباب يدمر. وربنا عز وجل حينما يدمره على أتفه الأسباب يعلم الناس به. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. لذلك أقوى شيء يشدك إلى الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه، تشعر أنه في عناية، في توفيق، في إلهام، في تسديد، في حفظ، في تأييد، في نصر، في إلهام. يعني الله عز وجل يلهمك أن لا تسافر، بيكون بالسفر في هلاك، أحيانا تنشأ حوادث هيك ضخمة. قبل يوم من الاجتياح سحب كل أمواله وجاء بها إلى بلده، ثاني يوم فقد كل ماله، يوم واحد. من ألهمك؟ الله عز وجل. فالله خير حافظا. كلمة خير حافظا يعني إن اعتمدت على ذكائك أو على عقلك أو على مالك أو على أتباعك أو على جماعتك أو على صلاتك أو على أشخاص أقوياء أو على تخطيطك أو على تدبيرك أو على، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب الكفار قريش أليست معارضتهم لرسول الله هدفها الحفاظ على ما هم فيه؟ يعني بشكل واقعي، دعك من القيل والقال، زعماء قريش حينما عارضوا النبي وكفروا به وكادوا له وأخرجوه وحاربوه واضطهدوا أصحابه، أليس من أجل أن يحافظوا على مكانتهم في مكة وعلى زعامتهم وعلى أموالهم وعلى شأنهم في الجزيرة؟ فما الذي حصل؟ أنهم دمروا وأنهم قتلوا وأنهم مزقوا وأنهم شردوا. من الذي انتصر عليهم؟ هو رسول الله وأصحابه الذين اتبعوه. هذا شيء متكرر دائما يؤكده قوله تعالى والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور، لا تستقر إلا على تكريم المؤمن وحفظه، والعاقبة للمتقين. الحقيقة كلمة حفيظ لها معنيان. المعنى الأول يعني حفيظ على بمعنى عليم، يعني الله ما بينسى، حفيظ لا ينسى. كل أعمالك، كل أقوالك، كل مواقفك، كل عطاءاتك، كل منعك، كل الصراعات التي في ذهنك، كل ما أنت فيه محفوظ عند الله عز وجل. أخي الناس الضارة سحبناها، نفدنا المخالفة، سحبنا الضبط، انتهت مشكلة خلاص، الضبط سحبنا،
الضرة راحت انسرقت. الإنسان ممكن في كمبيوتر ببعض الدول يعني عن طريق النتائج الجامعية ممكن واحد يمحي كل النتائج 5000 طالب. طبعا صار في محصن ضد المحمي، ما في عندنا وثائق إلا الكمبيوتر. فلو فرضنا أجا إنسان قدر يصل ليلا وعمل عملية ما حذاكرته كلها، وين الطلاب ودراساتهم ونجاحهم؟ انتهى كله. فممكن إنسان يكون ذكي جدا أذكى من إنسان آخر، يسحب الوثيقة، يسحب الإضبارة، يسحب التقرير، يسحب الضبط، ما عاد. أما الله عز وجل حفيظ، ما في قوة الموضوع يلتغى. يعني هون شعورك أنه أعمالك كلها مسجلة، سنكتب ما قالوا. وما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض على كل إنسان أعماله كلها بصورها بوقائعها؟ هذا معنى قوله تعالى كتاب مرقوم. قال مرقوم من الرقم، والرقم هو الوشم، ومرقوم من الرقم. أول معنى يعني كل مخالفة وصورتها. أبلغ طريقة بالمخالفات تطلب يجيك التنبيه أنه أنت عليك مخالفة، بتراجع بتفرق الصورة. ألم تكن في هذا الطريق؟ هذه سيارتك وهذه صورتها وهذا الضبط. فأرقى أنواع المخالفات أن تأتي المخالفة مع الصورة. كتاب مرقوم أو مرقم، يستحيل أن تنزع منه صفحة، مثل المالية، هذا الدفتر صفحاته كذا، توقيع وختم. بعت بيعة مليون شقة، حشق الصفحة هي ما تزبط معك، تنقص الصفحة عنده. فما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض عليك كل الأعمال؟ أبدا. يعني لماذا وقفت هذا الموقف؟ طبعا الإنسان أحيانا له أعمال إلى مظهر، مظهرها مقبول لكن مخبرها غير مقبول. فربنا عز وجل يطلعك على مخبرك، على نواياك، على حقيقتك. هذا معنى حفيظ. أول معنى حفيظ يعني عليم، كل أعمالك مسجلة. أحيانا لا، مثلا ممكن سجلات العقارية بمدينة، لو موضوعة بمكان والمكان أصابه قصف فرضا، ضاعت كل الأملاك، كله مصور بمايكروفيلم، موضوع بأماكن حصينة. لو دمر هذا البناء، هذه السجلات كلها مصورة بصور دقيقة جدا، مخبأة بمكان حصين. هي كلها معاني الحفيظ. يعني الله عز وجل حفيظ، يعني كل شيء مسجل. نعم، يعلم كل شيء. وربنا عز وجل يقول عن نفسه لا يضل ربي ولا ينسى، لا ينسى أبدا. نعم، فالحفظ الأول ضد السهو والنسيان، وهو يعود إلى معنى العلم، فهو تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلمها جملة وتفصيلا، علما لا يتبدل ولا يتغير، لا بالزوال ولا بالسهو ولا بالنسيان. هذا المعنى الأول. فأنت تعاملك مع الله عز وجل على أنه حفيظ مسجل، دفعت هذا المبلغ مسجل أبدا، هذا المبلغ مسجل، هالموقف مسجل، هالابتسامة مسجلة. تسم ابتسامة بمحلة لإنسان خائف، طمنته، مسجلة هي. إنسان اعتذر لك أنت قوي، قلت له لا ما في شيء أبدا، أنا بودك ولك مكاني عندي، أم طمأنته راح نام مرتاح مسكين، في مسجلة. ابتسامتك، عطاءك، منعك، كرمك، تضحيتك، كله مسجل. هذا أول معنى. قال ومعنى الحفيظ ضد التضييع، الأول ضد النسيان والثاني ضد التضييع. فمعنى حفيظ يعني الله عز وجل لا يضيع المؤمن، يحفظ له عمله ويكافئه عليه في الدنيا والآخرة.
فالمستقيم موفق، من يغض بصره عن محارم الله المكافأة سعادة زوجية، من يضبط لسانه سمعته عالية، من يضبط جوارحه يحفظها الله له. يعني عرف، اطلع على استقامتك وعلى عملك وسجله لك، هذا أول معنى. الحفيظ الثاني وكافأك عليه، علم ومكافأة. أول معنى علم وسجل وحفظ لك هذا العمل، والمعنى الثاني حفظ لك نتائج هذا العمل. فلذلك الله عز وجل في القرآن يبشر المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الله عز وجل حفيظ بمعنى عليم لا ينسى، وحفيظ بمعنى كريم لا يضيع، يكافئ. يعني حفظ الله لك عملك، علمه وكافأك عليه. الآن من معاني الحفيظ، هذه المعاني تنقسم إلى قسمين: الحفاظ في الدنيا والحفاظ في الآخرة. أن يحفظ لك دينك، يعني بتلاقي شخص له بداية رائعة ثم انتكس وترك الصلاة وانغمس في المعاصي والموبقات. لذلك سيدنا إبراهيم قال لربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا الإنسان ما انتكس، ما زلت قدمه، ما اعتقد عقيدة زائغة، ما تعلق بأهل الكفر، والله هذا من فضل الله عليه. الإنسان بلغ مرحلة طويلة وهو محافظ على إيمانه، على استقامته، على صلته بالله عز وجل، على نقائه، على طهره، على إخلاصه. هذه نعمة كبيرة جدا. كم من شخص بدأ بداية مشرقة ثم انتكس. يؤكد هذا قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أناس كثيرون يدخلون مداخل شتى وهم صادقون، فإذا دخلوا هذه المداخل وتألقت أمامهم الدنيا أغرتهم وجرتهم وساقتهم إلى الضلالات، وخرج كاذبا، دخل صادقا وخرج كاذبا، دخل مخلصا وخرج خائنا، دخل مطيعا وخرج عاصيا، دخل متعبدا وخرج متكبرا. فلذلك الدعاء: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالبطولة لا أن تدخل، أن تخرج. ممكن إنسان شخص يدله على مسجد يرجع، والله شيء جميل، تلاقي انسجم وتأثر وتفاعل، عارض طفيف، تزوج ترك الدين كله، زوجته ما حبيت الدين السميك تبعه، قام ترك دينه من أجل زوجته، هذا خرج مخرج كاذب، دخل صادقا فخرج كاذبا. فإذا أحد أسباب أو أحد معاني الحفيظ أن يحفظ الله لك دينك، أن تسلم عقيدتك من الشبهات، من الشبهات ومن الشرك الخفي ومن عقيدة زائغة، وأن تسلم لك جوارحك من المعاصي والآثام، أن يسلم لك دخلك من الشبهات. لهذا سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن يجب أن ينشأ عندك طلب من الله دائم: يا ربي تحفظ لي ديني، تحفظ لي استقامتي، تحفظ لي إخلاصي لك، تحفظ لي نقائي، تحفظ لي حبي لك ولأنبيائك وللمؤمنين، لا أن أحب أهل الدنيا والكفر والمفسدين. هذا المعنى الأول. فلذلك المؤمن متواضع، يعني يقول لك الله يتمم بخير. بيقولوا إنه الإمام أحمد حينما جاءه ملك الموت كان يقول:
لا بعد لا بعد لا بعد ما فهموا شو بحكي، يعني شوشوا عليه، ظنوا أنه العل أنه مات على غير الإيمان، إمام كبير جليل. فرؤية في المنام، وسأله أحد تلاميذه هذا السؤال: يا سيدي لما تقول هذا الكلام لا بعد؟ قال: يا بني جاءني الشيطان وقال لي نجوت، قلت له لا بعد حتى أغادر الدنيا. فالإنسان تحت خطر الفساد، تحت خطر الفتنة. أما إذا أنا ما بغلط، أنا لن أدع هذا الطريق في تكبر، قد تزل القدم. إذن معنى الحفيظ أن يحفظ الله لك إيمانك وعقيدتك واستقامتك وحرصك ورغبتك في الحق. لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. هذا كلام دقيق، المحل كله احترق. الحمد لله إيماني سليم، ما شربت خمر، ما ارتكبت معصية، ما كفرت، ما نافقت، المال ما له قيمة يعود. هي نقطة مهمة جدا يا أخوانا، إذا الإنسان دينه غالي عليه والله عز وجل أراد أن يعني يمتحنه بمصيبة، ما في مانع، ما دام ديني سليم ما في مشكلة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هي أكبر نعمة. في شخص ما عنده مشكلة بس شارب خمر، ما عنده مشكلة في دخله وفي معمله وفي حياته اليومية وفي صحته وفي أولاده، كل أموره منتظمة بس ما بيصلي. في شخص ما عنده مشكلة في دنيا إطلاقا، لكن الدين كله ما له قبضه، شافه كله خرافة بخرافة. هي مصيبة، هذه مصيبة. تكون من يعني واحد توفي قبل أيام، خلال 52 سنة ما دخل إلى المسجد إلا مرة واحدة، دخل ليصلى عليه فقط. هي مصيبة، هذه مصيبة قدم على مجهول. فهي إذا الإنسان الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هذا شيء مهم جدا. فأي مصيبة مهما كبرت مو مشكلة، يعني ما دام القضية بالدنيا، الدنيا زائلة، أما بالدين مشكلة، هذه المشكلة. والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، في مصيبة بالحديد بتجلد الحديد مو بابنه، كمان نعمة. في مصاب بالحديد يتجلد بينبخ تنحل المشكلة، احترقت غرفة من رممها من دهنها ترجع. أما في مشكلة بابنه أو بزوجته أو بصحته، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. شو الصبر؟ نعمة. معنى الصابر معناته إنسان عالم، يعلم أن الله عز وجل كل شيء بيده، أفعاله كلها حكيمة، فيها عدل وفيها رحمة وفيها حكمة وفيها يعني لطف وفيها تكريم وفيها رأفة وفيها رحمة. يا ربي لك الحمد، هكذا شئت وأنا راضي بقضائك. هذا المؤمن، هذا أول معنى من الحفظ. الحفظ الثاني في الدنيا، عفوا لنجيب الآيات لحفظ الدين: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا الله ثبتك، والله يعصمك من الناس، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه كلها أدعية القرآن، أي أنت إذا كنت مؤمنا ومستقيما وصادقا محبا للحق لك مجالسك العلمية، اطلب من الله عز وجل أن يحفظها عليك. والله يعني في بعض الحجات التي أكرمني الله بها وأنا في الطواف قلت: يا رب يعني أنا أضعف خلقك، شرفتني بمعرفتك وخدمة عبادك، فإن علمت صدقي في هذا فاحفظها لي واحفظني لها. احفظ هذه الدعوة يا رب، احفظها هذه الدعوة يا رب.
وإن علمت خلاف ذلك فعالجني قبل أن أموت، هذا دعاء. فالإنسان عليه أن يسأل الله الحفيظ أن يحفظ له إيمانه ودينه وتألقه. والله أعرف رجل 20 أو 25 سنة وهو ينتمي في طريق الإيمان، وله أغرته امرأة وسقط سقوطا مريعا وترك الصلاة وترك، وجاءته المصائب من كل جهة، ما حفظ له دينه. المعنى الثاني أن يحفظ لك دنياك، أهم شيء صحتك، وجودك، سلامتك، أهلك، أولادك، مالك. فقل من يكلؤكم بالليل والنهار، من له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، إنه عليم بذات الصدور. كلمة من يكلؤكم، من يرعاكم، ما في يعتقد واحد منا إلا كان على شرف، على مشارف خطر الله أنقذه منه. يعني لك سنتيمتر، كنا رحنا سنتيمتر، هذا حفظ الله عز وجل. بعدين الله عز وجل قال إن الله، هو في معنى ثالث، إنه إذا الله عز وجل خلق الشيء استمراره يحتاج إلى حفظ من الله عز وجل، والدليل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فأنت مخلوق، بقاءك بيد الله عز وجل، بقاء السماوات بيد الله، بقاء الشمس بيد الله، بقاء الأرض بيد الله، بقاؤها على خط سيرها بيد الله، لأنه إن زالتا من يمسكهما من أحد من بعده، من؟ هذا معنى الحفيظ. لا بد من أن تستسلم لله عز وجل. وأدق ما في الدرس، أنت مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك، وجزء كبير كبير من نشاطك مصروف للحفاظ على ما أنت فيه. فإذا سلكت وسائل الحفاظ المادية وغاب عنك اسم الله الحفيظ الذي بيده كل شيء، فقد أخطأت الهدف وضللت الطريق، ولن تنال حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. لذلك لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. فادعوا الله عباد الرحمن، والحمد لله رب العالمين.